أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم لا يخفى على الله منهم شيء
من الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الخطأ والسهو والنسيان. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا في الآيات والذكر الحكيم. اللهم انفعنا به دنيا وآخرة. اللهم انفعنا به حسا ومعنى ظاهرا وباطنا غيبا وشهادة سفرا وحضرا قياما وقعودا ليلا ونهارا. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا وحبيبنا محمد عليه منك أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى أرواح جميع أزواج سيدنا وحبيبنا محمد وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى أرواح ساداتنا صحابة رسول الله عليه منك أفضل الصلاة وأزكى السلام إلى أرواح جميع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى أرواح جميع أحبابك وأوليائك وأصفيائك وصالحين من عبادك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا إخواننا وأخواتنا وجيراننا وأحبابنا وأصدقائنا وزملائنا وكل من له الحق علينا. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى أرواح إلى روح سيدنا وحبيبنا المرشد عبد السلام وإلى زوجي الشريفة للا خديجة يا أرحم الراحمين رب العالمين. وبلغ اللهم ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه الأرواح كل من سبقنا من المؤمنين والمؤمنات والمحسنين والمحسنات والمجاهدين والمجاهدات إلى الدار الآخرة يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه أرواح شهدائنا في فلسطين وفي غزة وسوريا وفي سائر بقاع المسلمين. اللهم ببركة القرآن اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وسوء ما عملنا. اللهم ببركة القرآن ونور القرآن وروح القرآن ارفع درجاتنا. اللهم ببركة القرآن وروح القرآن ونور القرآن استر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وسوء ما عملنا. اللهم ببركة القرآن وروح القرآن ونور القرآن اشف مريضنا وعاف مبتلانا وصحح سقيمنا وأذهب علتنا وداوئ أمراضنا وارفع بلاءنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ببركة القرآن ونور القرآن وروح القرآن اجمع شمل أمة سيدنا وحبيبنا محمد عليه منك أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم ببركة القرآن ونور القرآن وروح القرآن ألهمنا مراشد أمورنا وثبت أقدامنا ووحد كلمتنا واجمع صفنا واجمع شملنا ولم شعثنا وانصر أمة سيدنا وحبيبنا محمد نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم ببركة القرآن وروح القرآن ونور القرآن
أصلح اللهم أزواجنا وأبناءنا وبناتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ببركة القرآن وروح القرآن ونور القرآن. اللهم ببركة القرآن وروح القرآن ونور القرآن لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مسجونا إلا أطلقت سراحه، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ببركة القرآن وروح القرآن ونور القرآن، اختم لنا بما ختمت به لأوليائك وأحبابك والصالحين من عبادك. اللهم ببركة القرآن وروح القرآن ونور القرآن، كلل أعمالنا ومجالسنا وجهودنا وسعينا كله بالنجاح والتوفيق وبالصلاح والفلاح وبما يرضيك عنا دنيا وآخرة، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث رواه الناس اليوم الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال للصحابة استحيوا من الله حق الحياة، استحيوا من الله حق الحياة. إذن بيننا وبين الله تعالى خصلة أخرى، شنو هي؟ كاين الخوف والرجاء اللي تكلمنا عليهم، وكاين الحياة من الله تعالى. قالوا يا رسول الله نحن نستحي من الله والحمد لله، احنا كنستحيو من الله الحمد لله. قالوا نحن نستحي من الله والحمد لله. قالوا بلا، ليس ذاك، ماشي هكذا، غير انا كنحسنو من الله، كنستحيو من الله وصافي. لا، هو غادي يعلمهم كيف الحياء من الله تعالى. الحياة واش غادي للرجاء ولا غادي من الخوف؟ ها؟ الحياة شعبة من الإيمان، جات في الوسط ياك، جات في الوسط. الحياة من الله خوفا ما نديرش المناكر، والحياة من الله تعالى رجاء ما نقصرش في الطاعة، ياك؟ هذه جات بين الخوف والرجاء. استحيوا من الله حق الحال. قالوا نحن نستحي من الله يا رسول الله والحمد لله. قال ليس ذاك، في هكذا. قال الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. واشو يجمع لهم كل شيء، يجمع لهم كل شيء من الإسلام. تحفظ الرأس وما وعى، هذيك الأفكار ديالك وديك الكلام اللي كاين، اللي كتجي تكلم مع راسك فيه، وديك الوساوس وديك داكشي اللي كيدور في الدماغ، خاصك تحفظو باش ميمشي يجيبلك شي أفكار شيطانية ولا زايغة ولا كذا. لأنه إلا كانت دخل لك الشيطان للدماغ وفاز ديك الأفكار ديالك، غادي يفسد لك كل شيء. باش نحفظوا الرأس وما وعى، العلم، والعلم من نجيبوه؟ بالتعلم، ياك يعني. إنما العلم بالتعلم، والتعلم من كي نديرو له؟ إوا خصني نخصص واحد الوقت الكافي، حال باش نتعلم الدين ديالي شحال، خصني وقت طويل بزاف، حال العمر كله، إلا وين نتعلم شي حاجة صغيرة. نكون نجار مثلا،
او لا مهندس الكيمياء ولا كان سرق انا بالدريه امور ديال الدنيا كلها. خصني واحد المده انا نخرى 10 سنين 20 عام 30 عام صافي وليت انا هو الماهر في الحرفه ديالي، ولكن الحرفه ديال الاخره ديال السعاده الاخرويه خص العمر ديالي كله انا كنتعلم. عمري ما نقول صافي تعلمت هذا الرأس وما وعى والبطن وما حوى. اشنو حوى ما حوى والبطن؟ طعام والما ناكل، شي مشهيات وشي مقويات. الرأس كيغني الشيطان كيجي كيقول لك سير ونس راسك شويه، ياك شويه ديال الزنا وشويه ديال الشهوات وشويه ديال الاكل الحرام وشويه ديال الخام وشويه ديال تحفظ البطن وما حوى ومجتمع عنيفا. فاذا تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى هذا ماشي مرتبط بشي، ماشي مرتبط بشي. وأن تذكر الموت والبلا، هادشي باش خصك من الصلاة، وأن تذكر الموت والبلا، تذكر الموت والبلا، غادي تموت، لما يكون الموت قرب قبالك، هو ما عندك غير قول قول، اللي ينجيك هو تبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أمرك بها اعتمر، اللي نهاك عليها داي، اللي علمها لك تعلمها وعلمها الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموتى والبيلة. البطن وما حوى هذا الكيان ديالنا الجسماني الجسم ديالنا، والرأس وما وعى العقل ديالنا، وتذكر الموت والبلا 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 باللام والياء في الاخر الياء والصوره. هي مسائل الشق ديال الروح، غادي هذا الجسم يبلا ويمشي تلقى الروح ان شاء الله عز وجل فين؟ شنو قال سيدنا واتيلا؟ اقسم الرجاء والخوف لا يجتمع في احد في الدنيا فيها ريحة رائحة النار. فإن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى علاقة ديال الخوف والرجاء والحياة واش آخر؟ ما تقرب التقرب تقرب له واش آخر؟ ونجاهد في سبيله في الطريق ديالو نجاهد في سبيله واش آخر؟ اليتيم نحسن إلى اليتيم وسائر سائر الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا أيها الأحبة في هذا المجلس المبارك، مجلس النصيحة المركزية عن بعد، راجينا الله عز وجل أن يشرح فيه صدورنا ببركة محبته التي كتبها للمتجالسين فيه والمتناصحين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين، كما جاء في الحديث القدسي الشريف الذي رواه الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه. هذا الحديث الذي عنونه الإمام المرشد الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله بدستور الصحبة وبرنامجها. مجالس الإيمان أيها الأحبة مجالس علم وحلم. كان الصحابة رضوان الله عليهم يدعو بعضهم بعضا إليها. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما
يلتمس فيه الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فلما رآهم جلس معهم وحمد الله عز وجل أن جعلهم في أمته. يباهي الله عز وجل بالمتجالسين فيه ملائكته، يغشيهم رحمته، ينزل عليهم سكينته، يذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده وتحفهم ملائكته. نستحضر هذه المعاني في مستهل هذا اللقاء المبارك كي نجدد النية ونعظمها. موضوعنا لهذه الليلة يندرج ضمن الحديث عن مكارم الأخلاق، ونعلم جميعا ما لها من مكانة عظيمة في ديننا السمح الكريم، وأنزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة خاصة من مقاصد الرسالة، حيث جعل إتمام مكارم الأخلاق من أهم مقاصدها ومن أهم ما بعث به صلى الله عليه وسلم. من بين هذه المحاسن خلق الحياء. نقف في هذا المجلس مع بعض تعريف لخلق الحياء، نقف على معناه النبوي كما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقف مع معنى الحياء من الله عز وجل حق الحياء، كما نروم في هذا المجلس المبارك بإذن الله عز وجل أن نتذكر في بعض الأمور العملية التي بها نكتسب هذا الخلق العظيم، وقد جعله أو أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة خاصة في عقد مكارم الأخلاق. هذا ما سنستمع إليه في مجلسنا، في مقدمة مجلسنا هذا، رفقة الأخ العزيز الدكتور الفاضل مصطفى يدوز، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله عز وجل على أن جمعنا في هذه الليلة المباركة الطيبة المنورة، ونسأله جلت قدرته أن يرفع هذا الوباء عن بلدنا وعن أمتنا وعن الإنسانية جمعاء. إن روح هذا الدين هو الأخلاق الحسنة، وأن يكون المؤمن على خلق حسن. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الحسن بأن يكون معه في الجنة، وأن يكون قريبا منه صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبشر: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قال الصحابة: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. فشوف الفضل ديال الخلق الحسن، الفضل ديال الخلق الحسن، أن صاحب الخلق الحسن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قريب من النبي، حبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة والصيام أصلهما أن يرشدنا، وأن يتتجلى هذه الصلاة وهذا الصيام في سلوكنا وفي أخلاقنا. هذا هو الأصل، الصلاة ديالنا والصيام ديالنا يتجلى في الأخلاق ديالنا. وحنا غادي نشوفوا مجموعة ديال الأحاديث اللي كتبين فضل الأخلاق الحسنة. ومن هذه الأخلاق الحسنة هو الحياء، خلق الحياء. والحياء جاء فيه وجاءت فيه كثير من الأحاديث المرغبة الداعية إلى تمثل هذا الخلق الحسن الذي هو الحياء. وقبل أن نسرد بعضا من هذه الأحاديث، لا بأس أن نعرف الحياء لغة واصطلاحا. فالحياء لغة هو الحشمة، وهو ضد الوقاحة، ونقول استحيا واستحى
فهو حي. أما في الاصطلاح فهو انقباض النفس عن شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه، أي ديما ملي كنرجعوا لمعاني الحياة في اللغة وفي الاصطلاح في هذا الانقباض، فيها انقباض الإنسان يعني يبتعد عن كل عمل قد يجعله في يعني حرج كبير جدا جدا. فالحياء الإنسان الذي فيه حياء ينقبض وتنقبض نفسه أن يأتي المحرمات. ويجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري المعنيين، أي المعنى اللغوي والاصطلاحي، في قوله: والحياء خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح. إذن هذا هو المعنى اللغوي والاصطلاحي للحياء. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأحاديث يعني تحث المؤمن على الحياء وما له من فضل وله من بركة، وأن الحياء يرفع صاحبه إلى أعلى المقامات. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث جاء في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. رجل هذا يعظ أخاه في الحياء، يعني كيف يعظك؟ يقول له: هذا الحياء شنو دار لك؟ وهذا الحياء خرج لك؟ وهذا الحياء ما درت منه حتى شي حاجة؟ وهذا الحياء كيف ما كنقولوا في مجموعة ديال المفاهيم اللي تقلبات عندنا لحد الآن، وكنعتبروها درواشة، وكنعتبروها بعد عن الفطنة والذكاء إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيصحح المفهوم هذا الرجل، قال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي حديث آخر في الصحيحين: الحياء شعبة من شعب الإيمان. وفي حديث آخر: الحياء خير كله، الحياء خير كله. إذن كل هذه الأحاديث كتبين لنا فضل خلق الحياء، وأن الحياء ما يأتي منه إلا الخير، وما يأتي منه إلا البركة وإلى التيسير. ومن بعد ذلك المفهوم اللي هو كيقول لك الحياء هو لا يأتي بخير كما أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل اللي كان كيوعد الأخ ديالو باش يبعد عن الحياء. وثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كبير الصحابة ولنا حقيقة الحياة، حقيقة الحياء، فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله وهو حديث حسن، قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله، استحيوا من الله حق الحياء. قال الصحابة: يا رسول الله، إنا لنستحي من الله والحمد لله. قال: ليس ذاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بغى يبين لهم أشنو هو حقيقة الحياء، قال لهم: استحيوا من الله. وما قالوا كان استحيوا من الله، والصحابة هم على حياء من الله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح حقيقة الحياء. قال: الحياء من الله، أو استحياء من الله في رواية أخرى، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء، وأن تترك زينة الحياة الدنيا، أو ومن أراد الآخرة يترك زينة الحياة الدنيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. شوفوا هذا الحديث الجامع المانع، يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كيوضح حقيقة الحياء للصحابة، أن تحفظ الرأس وما وعى. الرأس شنو فيه؟ فيه العينين، فيه الفم، فيه الأذن، يعني فيه يعني الظنون السيئة، تحفظ رأسك من كل هذه الأشياء، هذه من حقيقة الحياء. وأن تحفظ البطن وما حوى، والبطن كذلك سنأكلش الحرام، ما يأتيش الحرام، يبعد عن الحرام. إذن شوف هذا الأمر الجامع للحياء، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كيعطي المفهوم الحقيقي للحياء الصحابة، وكيزيد لهم: وأن تذكر الموت والبلاء. من حقيقة الحياء من الله الإنسان يجعل الآخرة بين عينيه،
ماشي يكون يخوض مع الخائضين وسادر في الدنيا وفي لهويها وفي غيها ولكن من الحياء أن تذكر الموت البلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كيوضح الحق ديال الحياة، سنحفظ الرأس وما فيه من حواس والبطن كذلك والكيان ديالو كله يحفظ. ولكن هذا المعنى في الحديث واش كيقول لنا باش نتركوا الدنيا؟ الدنيا هي مزرعة الآخرة، ولكن المؤمن هو في دنياه ويعمل لآخرته وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، ولكن ليس يخوض مع الخائضين في شهوات الدنيا وفي نزواتها إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان النموذج الأمثل للحياء، فكيقول الصحابة كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ونماذج كثيرة في السيرة النبوية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتبين الحياء ديالو. نذكروا منها واحد النموذج واحد، لما أسري به وفرضت عليه الصلاة فطلب إليه سيدنا موسى عليه السلام أن يراجع ربه كي يخفف عنه من الصلاة، فشنو قال له سيدنا محمد؟ استحييت من ربي، استحييت من ربي. ونماذج كثيرة في حياء النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم تشربوا هذا الحياء من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم كانوا على حياء، وكلهم كانوا حياء من الله عز وجل. وحسبنا أن نذكر نموذجا واحدا وهو للصحابي الجليل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي كانت تستحي منه الملائكة. تروي أمنا عائشة في حديث جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني متكئا في بيتها كاشفا عن ساقيه أو عن فخذيه، فاستأذنه أبو بكر فدخل فحدثه ثم خرج وبقي النبي على حالته. هذا الحديث تقول أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت ديالها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طاجع وكان كاشف عن الفخذين ديالو أو عن الساقين ديالو، واستأذن سيدنا أبو بكر دخل باش يتكلم معاه، وتكلم معاه سيدنا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحالة ديالو. ثم استأذن سيدنا عمر ودخل عند النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه وبقى عند الحالة ديالو. ثم دخل عثمان، استأذن عثمان فدخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس وسوى ثيابه فحدثه فخرج. ومن عائشة رضي الله عنها لاحظت هذا الأمر فقالت يا رسول الله دخل أبو بكر وبقيتي في الحالة ديالك، ودخل عمر وبقيتي في الحالة ديالك، ولكن لما دخل عثمان بن عفان جلست وسويت ثيابك. شوفوا الجواب يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شنو يقول: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ وكيف استحيت الملائكة من سيدنا عثمان؟ لأنه كان أشد حياء من الله عز وجل، كان شديد الحياء من الله سبحانه وتعالى. شوفوا هذه القمم في وصلوا الصحابة. والإمام رحمه الله عبد السلام ياسين في المنهاج النبوي كيجعل الحياء هو الشعبة 57 من خصلة السمت، وكيقول واحد الكلام جامع مانع، فالكلام جميل، يقول فيه: الحياء شعبة الإيمان التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم تتراوح بين أعلى الشعب وأدناها، فهي واسعة عامة، هي الروح السارية في القربات العبادية والعلاقات البشرية والأواصير الإيمانية، حياء من الله ومن الناس، ووجدان سام يرفع المؤمن على الدنايا والنقائص. هذا الكلام جاء في كتاب المنهاج النبوي. وحنا نفهموا العمق ديال الحياء، عمق حياء من الله هو ألا تترك الظالم يأكل حق الضعيف، وحقيقة الحياء من الله ألا تترك الضعيف في يد الظالم، بين عليك من بين عليك أن تزور وأن تنهى هذا الظالم عن ظلمه. وكيف نحصل احنا هذا الحياء؟ كيف المؤمن يحصل خلق الحياء؟ الأمر الأول هو الدعاء. العبد يلجأ إلى مولاه بالدعاء: يا ربي فقير، يا ربي ما عنديش،
أعطيني الحياة، رزقني الحياة، يكثر من الدعاء، والله يحب العبد الملحاح. الأمر الثاني صحبة أخيار، الصحبة باب عظيم، الصحبة مفتاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. مجالس الخير والنصيحة والرباطات والذكر، منها كنتشربوا هذه المعاني. والأمر الثالث هو ذكر الله الكثير. المؤمن يذكر ربه كثيرا حتى يتجلى فيه هذه المعاني ديال الحياء. صلى الله تعالى يرزقنا الحياء منه. اللهم ارزقنا الحياء منك، اللهم ارزقنا الحياء منك، اللهم ارزقنا الحياء منك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وزواجه أمهات المؤمنين وذريته، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لأخينا سيدي مصطفى ليدوز على عرضه الطيب هذا، الذي ذكرنا فيه أن خلق الحياء روح تسري في أعمالنا، وأن الحياء لا يأتي إلا بخير، وأن الحياء واسطة شعب الإيمان، وأن الحياء خير كله. جزاه الله خيرا على عرضه هذا، ونستمع في كلمتين لأخوين كريمين عزيزين، الأستاذ إدريس بكار والدكتور عبد الصمد المساتي، في موضوع الحياء، فليتفضلا مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، المتصف بكمال الأخلاق وأعظمها، وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار، ومن سار على نهجهم وتمسك بسنتهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شكر الله للأستاذين الكريمين سيدي خالد العمراني وسيدي مصطفى إدوز ما قدم لهذا الموضوع، الحياء من الله. أحاديث ودرر وفوائد كلها تأكد أهمية الأخلاق وقيمتها ومركزيتها في هذا الدين، وتؤكد بشكل خاص قيمة الحياء، وهو خلق الإسلام وشعبة من الإيمان ومفتاح كل خير. والحياء معاشر الأحباب أنواع، أوله الحياء من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم تخبرنا أنه لا خير في من لا يستحي من الناس، وأنه من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، لأنه بالحياء من الناس يتعلم الإنسان الحياء من الله عز وجل، ولا يجعله أهون الناظرين إليه. فالحياء من الناس باب من أبواب الحياء. والباب الثاني والنوع الثاني الحياء من النفس. من لم يستحي من نفسه فنفسه أقل وأخص عنده من غيره، ولذلك قيل: من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. كيفاش الإنسان يعظم غيره ويستحي منه ويحقر النفس دياله وما يستحيش منها؟ والنوع الثالث وهو الأرفع والأعظم، وهو موضوع هذه النصيحة المباركة، هو الحياء من الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على الصحابة اللي قالوا إنا نستحي والحمد لله، طبعا الجواب ديالهم هذا وهم القدوة في الحياء ما كانش ادعاء، يكفي أننا نطالع السيرة ديالهم رضي الله تعالى عنهم والأحاديث الواردة في فضلهم، كما أخبر عن ذلك الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم حينما استحيا من عثمان وذكر شدة حيائه واستحياء الملائكة منه، وغيرها من الأحاديث ليتبين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا القادة والقدوة في الأخلاق كما كانوا في غيرها. جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ليس ذلك، أراد أن يبين أن معنى الحياء من الله حق الحياء أنه أرفع شأنا وقدرا. قال المبارك فوري في شرح الحديث: الحياء من الله حق الحياء، حياء ثابتا ولازما صادقا، ثابت لا يتغير ولا يغير صاحبه عن الوجهة والقصد الذي خلق من أجله الإنسان، هو عبادة الله عز وجل، طاعة الله عز وجل، بدءا من الاستجابة لأمر الله عز وجل بالتعلم
تعلم أمور الدين وهو أول واجب لمعرفة حق الله عز وجل ولترسيخ الحياء من الله حق الحياء. يتعلم ويحفظ المؤمن عقله ويحصن من أن تشوش عليه الأفكار والمشوشات اللي مش أنها أنها تبعد عن الانكسار لله عز وجل، التذلل لله عز وجل والتعلق به سبحانه، استحضار مراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلانية. ولذلك كان الخطاب الأول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك. الحياء من الله حق الحياء اللي يجعل الإنسان حريص باش ما يركع ما يسجد ما يحني الرأس دياله تذللا لغيره سبحانه، لا رياء ولا خضوعا ولا استكانة، كما أنه يستحيي أن يرفع رأسه تكبرا وتجبرا على خلق الله. الحياء من الله بحفظ ما وعاه الرأس من جوارح، حفظ اللسان والسمع والبصر أن يستعملها الإنسان في معصية الله عز وجل، في النميمة والتكلم في أعراض المؤمنين وفي الغيبة، أو في أن ينظر أو يتجسس أو يتتبع عورات الناس، أو حتى أن يستمع لمن يتكلم في أعراضهم. الله عز وجل كما في الحديث حيي ستير يحب الحياء والستر. ومن الحياء من الله عز وجل حق الحياء أن يحفظ المؤمن البطن عن أكل الحرام وما حوى مما يتصل به من القلب والفرج والرجلين واليدين، أن يبطش أو أن يمشي إلى فاحشة أو معصية، بل أن يقترفها بقلبه بالحقد الحسد الرياء والنفاق وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من كل ذلك. المعين على هذا الشيء كامل وعلى الحياء من الله عز وجل حق الحياء كما جاء في تتمة الحديث أن يذكر المؤمن الموت والبلاء، أن يستعد للقاء الله عز وجل، أن يترك الانشغال بالدنيا الفانية، فمن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. طبعا هما ما كيتجمعوش، هما بحال الضرتين، إلا رضيتي وحدة تغضب الأخرى. فهل نرضي الدنيا ونخرب الآخرة، أم نسعى لرضا الآخرة لرضا الله عز وجل سعيا حثيثا لنكون من الفائزين ومعهم؟ اسأله سبحانه وتعالى وهو الحيي الكريم استحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، أن يوفقنا لحسن الأخلاق وصالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن يستحيون منه سبحانه حق الحياء. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من بعده آمين. أحبتي الكرام، هذه قلوب قد اجتمعت في الله عز وجل وأرواح التقت متعطشة لنيل فضل مجالس النصيحة، وهي مجالس قرآن وإيمان، مجالس علم وذكر. نسأل الله عز وجل أن يعطينا ما سألنا وأفضل مما سألنا. نشكر أخانا الأستاذ مصطفى إدوز على ما أتحفنا به من بسط طيب لموضوع هو في غاية من الأهمية، ألا هو موضوع الحياء من الله عز وجل. والحياء عبارة عن حالة نفسية وليدة للمراقبة، ووازع داخلي يبعث على فعل كل صالح مليح وترك كل سيء قبيح، وله المكانة العظيمة في ديننا، فهو تاج الأخلاق بلا منازع. ودليل ذلك أنه في حديث شعب الإيمان جاء متوسطا بين شعبة قول الكلمة الطيبة لا إله إلا الله وإماطة الأداء عن الطريق، وفي ذلك تنبيه إلى أنه كالروح السارية بين أوصال شعب الإيمان، وأنه ضروري في عبادة الله عز وجل وفي التعامل مع الناس، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الخلق صفة من صفات الله عز وجل، وأنه إليه دعا الأنبياء والمرسلون، وأنه مفتاح كل خير، وأنه الإيمان قرناء، إذا رفع أحد ما رفع الآخر. وأخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الخلق خلق الإسلام المميز والمميز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. ويقول المرشد المجدد الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله تعالى وللحياء بشتى درجاته المكانة الطيبة في ضبط أقوال المؤمن والمحسن وضبط أفعالهما وإضفاء السكينة والوقار على شخصيتهما. وعودة إلى الحديث الذي اتخذناه منطلقا في مجلسنا هذا، نفهم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الارتقاء بهذه الشعبة
في حياة الصحابة رضوان الله عليهم، وأن يصعد من حضورها في قلوبهم لتصبح يقظة دائمة ومراقبة مستمرة لله تبارك وتعالى وحضورا معه. هذا الحياء الذي يجعل حركاتهم وسكناتهم منضبطة بمراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحياء الذي يسير بالعبد إلى تحقيق الانجماع على الله عز وجل، فلا تنجرف حواسه مع الباطل، لا يكذب، لا يتملق، لا يقول باطلا، لا يشهد زورا ولا يفعل فجورا، لا يتفاخر على الناس، لا يحقرهم أو يظلمهم، ولا يدخل في بطنه إلا حلالا، لا يسرق، لا يأكل أموال الناس بالباطل أو بالزور التزوير أو بالغش، إنما يصدق ويقول الحق وينشر النبل والخير بين الناس، همه الله ويهتم بأمر المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. إن الحياء بهذا المعنى العظيم يسير بالفرد إلى درجة الإحسان، الإحسان مع الله عز وجل ومع الناس ومع الأشياء، ودون هذا المطلب السني العظيم لا بد من تربية، لا بد من مرابطة على إصلاح النفس، خاصة بين ظهراني واقع مليء بالعقبات. ومن معالم وصور هذه التربية كما يصبها لنا هذا الحديث العظيم، أولا هناك الإقلاع عن الدنيا وزينتها وأسباب التفاخر والتضابر وجفاء العلاقات. وهنا نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ومن معالم هذه التربية أيضا أن نجعل أجلنا بين أعيننا وأن نهتم بمصيرنا في الدار الآخرة. حينما احتضر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لأمنا عائشة رضي الله عنها: يا بنية، إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذه الحلاب وهذا العبد، فأسرعي إلى ابن الخطاب أو فأسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال: والله لوددت أني هذه الشجرة تؤكل وتعضد. ومن معالم هذه التربية أيضا كما يبسطها الحديث الشريف أن نهتم بفكرنا ألا يتيها وبحواسنا ألا تزغ بنا وشهواتنا ألا تزغ بنا، وخاصة في هذا العصر، عصر الهوائيات وعصر الانترنت وعصر الأفكار التي تهيم بالناس في أودية مختلفة، ما أحوجنا إلى إرادة عازمة وإلى قوة ذاتية تكبح جماح هذه النفس وهذه الحواس وهذه الشهوات وهذه الأفكار أن تهيم بنا فيما يغضب الله عز وجل. وما أحوجنا أيضا إلى تعلم العلم النافع الذي يكون حصنا لنا، والعلوم الكونية التي لا تكون حصنا لأمتنا. إننا وإذ نتحدث عن هذا الخلق وكل أخلاق الإسلام إنما نتحدث عنها من باب التوبة المتجددة التي ندعو إليها أنفسنا وندعو الناس إليها، ومن باب أيضا تحقيق قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جعل الله أحبتي من المتواصين بالحق المتواصين بالصبر. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله الأستاذين الكريمين درس بكار وعبد الصمد المستي على هذه الإضافات المنيرة حول خلق الحياء في الفقرتين المواليتين. لنا موعد مع أستاذنا الفاضل فتح الله أرسلان، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، في كلمة توجيهية تحفيزية، ثم نختم حصتنا الليلية هذه بكلمة جامعة في موضوع الحياء لفضيلة الأمين العام الأستاذ محمد العبادي بارك الله فيهما. أذكر ببقية حصص هذا المجلس قبل النوم، نجلس للاستغفار ونستعد للنوم على أفضل العزائم، نستيقظ بإذن الله عز وجل ساعة قبل الفجر للكلمة الطيبة والوتر النبوي والاستغفار والدعاء دعاء الرابطة،
بعد صلاة الصبح بإذن الله عز وجل نستمع لموعظة للدكتور محمد السليماني، ثم نجلس لقراءة السور والآيات الفاضلة قبل ختم لقائنا هذا. تقبل الله منا الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خير المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم جميعا يا رب آمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إن شاء الله في هذه المداخلة في حديث مهم جدا عن الحياء، الحياء من الله عز وجل. وأريد في البداية أن أشير إلى أن أمر الحياء يمكن أن أقسمه إلى قسمين. القسم الأول هو الحياء الجبلي الفطري الذي يعطيه الله لمن يشاء من عباده، وهو الذي كان يتميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتميز به كذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه، حيث لا يذكر اسم سيدنا عثمان إلا وذكر معه الحياء، بل إن الملائكة كانت تستحي منه رضي الله عنه. هذا الحياء الجبلي هو قسم أول، وهو ليس موضوع حديثنا في هذه المناسبة، لكن حديثنا سينصرف إلى الشق الثاني من الحياء، وهو الحياء الكسبي، الحياء الإيماني، الحياء الذي انتدبنا إليه الله سبحانه وتعالى وحثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتبر هذا الحياء صفة من صفات الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. إذن هذا هو موضوع الحديث ديالنا إن شاء الله، وسنتناوله من خلال الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رضي الله عنه عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. هذا هو الموضوع، موضوع حديثنا إن شاء الله في هذه المناسبة. وهذا الحديث يعتبر من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو يضم مختلف جوانب الإسلام والإيمان. وابتدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي عادته في كثير من الأمور التعليمية التي يريد أن يعلم بها الصحابة رضوان الله عليهم، بسؤال سألهم عن الحياة، عن الحياة. فهذا الجوامع الكلم التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصل إلى الصحابة رضوان الله عليهم ومن خلالهم إلينا جميعا، هذه الطريقة من التعبير، وهذا الكلام الجامع الذي يمكن أن تستخرج منه مجموعة من العناصر تساعدك أن تنهجها في حياتك، وليس أمور نظرية حالمة أفكار هكذا، ولكنها أمور عملية. وقد نهج بالمناسبة الإمام المرشد عبد السلام ياسين رحمه الله في
تصنيفه وفي توجيهاته ذلك، فحينما تحدث عن الخصال العصر تحدث عن الصحبة والجماعة، تحدث عن الذكر، عن الصدق، عن الخصال العصر كلها، لكن لم يتركها هكذا لأن الذهن ينصرف إلى مفهوم ضيق لهذا الأمر، بل جعل تحت كل خصلة من هذه الخصال مجموعة من شعاب الإيمان. فكذلك فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحياء العام، فصله في أمور عملية إجرائية بها يقيس الإنسان مدى حيائه من الله عز وجل، لكي يعرف هل يستحيي من الله حق الحياة، وإن لم يكن فعليه أن يجتهد من أجل تحقيق ذلك. في التفاصيل ديال هذا الحديث، حينما أجاب سيدنا مسعود ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم، فقد فهموا أن هذا الاستحياء العام، قالوا إننا نستحي والحمد لله. قال ليس ذاك، شيء استحياء العام، ولكن الاستحياء أن تحفظ، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. فحاول في هذا الحديث أن يشير إلى كل جوارح الإنسان، وعلى أن هذه الجوارح كلها خصها تكون موجهة الله سبحانه وتعالى، وخصها تعمل على أنها تطيع الله سبحانه وتعالى. الرأس وما حوى، معنى الرأس فيه العينين وفيه الودنين وفيه اللسان وفيه الرأس هو نفسه، أن يخضع لغير الله أو أن يترفع أو أن يستكبر على الناس. ثم العين خصها أن تحفظ، ويستحيي الإنسان أن يراه الله سبحانه وتعالى، أن ينظر في هذه العين ويستعملها في معصية الله عز وجل، وبالمقابل أن يستعملها فيما يرضي الله عز وجل، فيما أمر الله عز وجل به. والأذن أن يسمع ويستمع لما أمره الله عز وجل به ولما أزاجه الله سبحانه وتعالى له في ذلك. واللسان وما أدرك من لسان، ألا يستعمله في قول الزور وفي سهادة الزور وفي الغيبة وفي النميمة وكل ذلك. هذا لا، من يستعمل هذا اللسان في هذه الشاكلة فهو لا يمكن أن نعتبر أنه يستحي من الله عز وجل، بل بالمقابل يجب أن يستعمل هذا اللسان لأمره الله عز وجل أن يذكر الله بهذا اللسان، أن يقرأ القرآن بهذا اللسان، أن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا اللسان، أن يدعو الناس إلى الخير بهذا القرآن، أن يقول خيرا أو ليصمت أو ليكف لسانه عن المعاصي. وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هل يكب الناس على مناخر في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. فإذا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل هذه الجوارح، ثم انتقل إلى جوارح البطن. البطن وما حوى، أي ما ارتبط به من جوارح أخرى، من الفرج ومن الرجلين واليدين والقلب وكل هذه الجوارح. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يتكلم عن هذا الحياء بصفة مجردة، ولكن البطن معناه أن الإنسان ما يأكلش المحرمات، ما يأكلش السحت، وأن القلب يكون قلب سليم، وأن الفرج يحفظه عما حرم الله عز وجل، وأن الرجلين يمشي فيهم فيما أمر الله، وأن اليدين يمشي فيهم فيما يفعل بهم ما أراد الله عز وجل. هذه كلها أمور تدل على أن هناك إيمان يجب أن يكون في القلب، سلوك يجب أن يسلكه الإنسان، وليس مسألة شعور وكلام وادعاء هكذا، لا لا لا، ليس هذا هو المقصود. ولذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ونبه إليه، بل أكثر من ذلك انتقل إلى الحديث عن تذكر الموت والبلاء. معناه يتذكر الإنسان أنه في هذه الحياة الدنيا ما كسب وما حقق وما، فإن مصيره إلى الموت وإلى الفناء وإلى الانتهاء، وأنه لن يأخذ معه من هذا المتاع الدنيا مهما جمعه فهو حطام، لا يأخذ معه شيء من ذلك. فإذا تذكره للموت وللبلاء وللمصير، وهذا
يساعده على أن يتقي الله وأن يحفظ محارم الله عز وجل وأن يجتهد في القرب من الله وفي التقرب إلى الله عز وجل وإتيان ما أمر الله عز وجل به والانتهاء عما نهى الله عز وجل فيه. ثم استرسالا في هذا الكلام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يريد الآخرة، أي يريد الآخرة، ما معنى يريد الآخرة؟ معنى يريد الفوز بالآخرة، يريد الجنة والنعيم وفي الجنة، ولبل يتلقى في ذلك يريد الله ووجه الله عز وجل ويحقق هذه المكاسب. هذا لمن الذي يريد ذلك يجب أن يزهد في متاع الدنيا، يزهد في متاع الدنيا وأن يتعلق قلبه بالآخرة إن أراد أن يحقق هذه المكاسب. وحديثه عن الزهد في الدنيا والترفع عنها لا يعني أن الإنسان لا يجتهد في تحقيق الكسب وفي لا لا، هذا يتناقض مع أحاديث أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن الإنسان يجب أن يسعى إلى كسب القوت، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلب البيت الواسع والرزق الواسع. فليس معنى الزهد في الدنيا هو أنك لا تسعى إلى تحقيق ذلك، ولكن يجب أن تكون الدنيا بعد هم الآخرة وبعد الاستعداد إلى الآخرة، ويجب أن لا تحول بينك وبين عبادة الله وطاعة الله وفعل الخير وفعل. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ولم يعلمنا في الدعاء، لم يقل ولا تجعل الدنيا همنا، لأنه ماشي ممكن. الدنيا فيها الوليدات وفيها الخدمة وفيها العمل وفيها الزوجة وفيها كل شيء، ما يمكنش ما يكونش هم ديال الدنيا حاضر، ولكن أن لا تكون أكبر همنا، أكبر همنا معنى أن يسيطر هذا الهم على هم الآخرة والاستعداد للآخرة واستحضار الموت واستحضار البلاء واستحضار أن هذه الدنيا فانية. فلذلك يجتهد فيها الإنسان وخصوصا في أمور المادية فيما يستسمح به ويسمح به وقته وجهده دون أن يمس ذلك من أهم شيء يجب أن يجتهد فيه ويعمل فيه واستعداده للآخرة. إن كانت هذه هي خصال الإنسان، إن كان هذا هو سلوك الإنسان، إن كانت هذه هي تعامل الإنسان مع الله عز وجل، فقد استحيا حقيقة من الله عز وجل. ولن يمكن للإنسان أن يحقق ذلك وأن يستحضر الله عز وجل فيما يأتي وما يظهر إن كان قلبه غفل من الإيمان. فيجب أن يكتسب الإنسان بالإيمان، كلما تقرب الإنسان من الله عز وجل بالفرض والنفل من صيام وقيام وذكر وتبتل ودعاء، وكلما اجتهد الإنسان في ذلك كلما كان قلبه حاضر مع الله سبحانه وتعالى، حاضر مع الله سبحانه وتعالى، فيصعب عليه ارتكاب المعصية. إن كان حديث عهد بذكر الله وبالقرآن ويصعب عليه الإتيان بالمعصية، لأنه يستحضر معية الله عز وجل معه، فإذا أراد أن يقوم بمعصية من المعاصي يشعر بأن الله تعالى يراه فيستحيي من الله عز وجل ويبتعد من ذلك. فإذا لكي نحقق هذه المعاني، معاني الاستحياء من الله عز وجل، يجب أن نقوي إيماننا بالعبادات وبالتقرب إلى الله كما قلت، ثم بحسن المعاملة وحسن الخلق، كل ذلك يساعد على أن نستحيي من الله حق الحياة. وحينما نتحدث عن الحياة لا حتى لا ينصرف ذهننا فقط إلى هذا الحياء الجبلي الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى، نطلب الله سبحانه وتعالى يرزقنا حظ منه، ولكن هذا ماشي إحنا دي مسؤولين عليه، إحنا مسؤولين على الكسب الآخر، على الحياء الآخر الكسبي لله سبحانه وتعالى أمرنا أننا نحققه. أما الحياء الآخر فالأمر بطبعها الله سبحانه وتعالى أعطاها حياء في جبلتها وفي فطرتها، وفي أعطاها الله تعالى كما أعطاها الكثير من خلقه الذين أراد سبحانه وتعالى أن يعطيهم ذلك. سأل الله سبحانه وتعالى أن يحرمنا من الأمرين معا، وأن يعيننا على
تحقيق هذه الشعبة من شعب الإيمان، وهي من أعلى شعب الإيمان، الحياء من الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا قله حيائنا منك وجراتنا عليك، وارزقنا حسن التوكل عليك وحسن الانابه اليك والشوق الى لقائك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. موضوعنا الليله موضوع ذو اهميه بالغه، موضوع الحياء. ما قيمة هذا الحياء بين مكارم الإخلاق؟ ما ثمرته؟ ماذا يترتب عن غياب هذا الخلق عن الأفراد وعن الأمة؟ ذاك ما سنتناوله إن شاء الله تعالى عز وجل باقتضاب. خلق الحياء هو الدين. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل الحياء من الدين؟ قال: الحياء هو الدين كله. رواه الدارقطني والبيهقي، موجود في الترغيب والترهيب، صحيح الترغيب والترهيب. الحياء هو الدين كله. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أن الحياء والإيمان قرنا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إذن الإيمان والدين والحياء لا يفترقان، فيكونان ذات واحدة، إذا غاب أحدهما غاب الآخر. إذا فقد الحياء فقد الإيمان، وإذا فقد الإيمان فقد الحياء. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. رواه الحاكم بسند حسن: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. بمعنى أن ديننا الحنيف أهم ما يتميز به هو خلق الحياء. كيف لا يكون كذلك؟ هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى عز وجل. فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حي ستير، يحب الحياء والسترة. إن الله حي كريم في رواية أخرى: فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، أي فليتوارى، وهو أبو داود، فليتوارى عن الخلق وليستتر. إن الله حي يستحيي إذا رفع إليه عبده يديه أن يردهما صفراوين فارغتين. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى عز وجل، استحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما خويتين. إذن فالحياء هو صفة من صفات الله تعالى عز وجل. هذه الصفة ميز الله سبحانه وتعالى عز وجل بها أفضل عباده، وهم أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام. وأولهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتصف بهذه الصفة الجليلة العظيمة، صفة الحياء، كما نقرأ في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من
العذراء في خدرها أشد حياء من العذراء في خدرها. فإذا رأى شيئا يكرهه رأينا ذلك في وجهه، بمعنى لا يجابه أحدا بما يسوءه وبما يحرجه. عندما يريد أن ينهى عن شيء فعل لا يفتح من فعل ومن قام بذلك. كان يقول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا أو يفعلون كذا. فلا يجابه أحدا بما يخدش ماء وجهه لكثرة حيائه صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ووقائع كثيرة تدل على ذلك. في ليلة الإسراء والمعراج لما كان يتردد بين سيدنا موسى وبين الحق سبحانه وتعالى عز وجل في قضية الصلاة، قال لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ما أمره أن يرجع من جديد إلى الله سبحانه وتعالى، قال: إني استحييت من ربي، استحييت من ربي. فكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وهناك وقائع تثبت هذه شدة حيائه صلى الله عليه وسلم وعلى آله. جاءت امرأة تسأله عن كيف تتطهر من دم الحيض، فقال لها: خذي قرصة من المسك وتطهري بها. ولم تفهم رضي الله تعالى عنها، فألحت: كيف أتطهر؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم ستر وجهه بثوبه وقال: سبحان الله، خذي مسكة، خذي قرصة من مسك فتطهري بها. فجرتها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لها: تتبعي آثر الدم، لأن رائحة المسك تذهب رائحة الكريهة لدم الحيض. دخل بعض الأعراب إلى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وفي وجهه العطر، صفرة، عطر نوع من العطر كان يستعمله النساء. لم ينهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما خرج قال لأصحابه: لو أمرتم هذا أن يزيل، أن يغسل عن وجهه هذا العطر، هذه الصفرة. فكان صلى الله عليه وسلم كثير الحياء. فأنبياء الله تعالى جميعا خصهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، من سيدنا آدم إلى جميع الأنبياء. نقرأ في القرآن الكريم لما ذاق سيدنا آدم وأمنا حواء من شجرة فبدت لهما سوءاتهما، ماذا فعلا؟ فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ونستفيد من هذه الآية أن المعصية تكشف، تفضح الإنسان، تكشف عورته، عورة الظاهرية والباطنية. فبادر عليه السلام إلى تغطية هذه العورة، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن سيدنا موسى أنه كان حيا ستيرا، لدرجة أن قومه اتهموه بالعيوب، بالعاهات، بالبرص وغيره. ولهذا يعني قالوا أنه لا يكشف عنه ثيابه، يعني يغطي جسده كله ولا يكشف ثيابه لما فيه من عيب. فأراد الله سبحانه وتعالى عز وجل أن يبرئه، فكان يغتسل في مكان ما متسترا، فإذا بالحجر الذي وضع عليه ثوبه ينطلق بثوبه، ومر أمام بعض قومه وهو يضرب الحجر بالعصا ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. وهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فكان رجلا مهم أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان رجلا حيا ستيرا يصدر بدنه
من أن يطلع عليه أحد، من يتحدث الله تعالى عن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ما الذي منعه من اقتراف الجريمة؟ إنه الحياء، لأن الحياء هو الرادع عن المعاصي. قيمة الحياء أنه يردع الإنسان عن ارتكاب المعاصي واقتراف الذنوب وإساءة إلى الخلق. إذا ذهب الحياء أصبح الإنسان يركض في هذه الحياة الدنيا كالوحشي، لا يحل حلالا ولا يحرم حراما ولا يحترم أحدا. ولهذا هذا الخلق الكريم هو متوارث من سيدنا آدم وإلى يومنا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله تعالى عز وجل. في الحديث النبوي الشريف: مما أدرك الناس من كلام النبوة، من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا لا يعني أن الذي لا يستحي له والإذن في أن يفعله فعل ما يشاء. هذا كمثل قوله سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم. هذا فيه تهديد وفيه وعيد: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني لا ينفع معك لا وعظ ولا تذكير ولا قانون ولا أي شيء. إذا الذي يردع الإنسان عن فعل الحرام وارتكاب الجرائم والفواحش هو الحياء. فأكرم الله سبحانه وتعالى عز وجل بهذا الخلق أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، وملائكة الله تعالى كذلك وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياء: ألا استحي ممن تستحي منه الملائكة؟ إذا الملائكة تستحي منا وتتأذى من ما نفعل، لا تدخل معنا المراحل حياء، لا تدخل معنا ولا حياء في الدين عندما يكون الرجل مع زوجته حياء. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نؤذيها بالرائحة الكريهة، إن الملائكة لا تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. من أكل ثوب بصرا فلا يقربن مسجدنا، لأن المساجد مليئة بالملائكة مخافة إذاية الملائكة وإذاية المصلين كذلك. في الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصلى أحدكم فلا يبزق تجاه القبلة، فإن ربه تجاه القبلة، ولا يبزق تجاه اليمين فإن عن يمينه ملكا حتى لا يؤذي هذا الملك. وأعظم ما تأذى به الملائكة هو أن يرى أن ترى عبد الله تعالى يقترف الذنوب ويقترف المعاصي. إن معكم من لا يفارقكم استحيوا منهم. إذن ينبغي أن يكون هذا الحياء متبادل بيننا وبين ملائكة الله سبحانه وتعالى عز وجل، هم يستحيون منا، إذن فالمطلوب منا أن نستحي نحن من ملائكته سبحانه وتعالى عز وجل. الحياء من الله سبحانه وتعالى عز وجل، كيف نستحي من الله سبحانه وتعالى عز وجل؟ بما نكتسب هذه الخصلة الحميدة، هي صفة تنتجها مراقبة الله سبحانه وتعالى عز وجل. مقام المراقبة هو الذي يولد في شعور الإنسان الحياء من الله سبحانه وتعالى عز وجل، لأن الإنسان إذا استحضر أن الله معه، حاضر معه، مطلع عليه، لا يطفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا يجرؤ أن يقترف جرما أو يرتكب حراما، لأنه يخشى الله سبحانه وتعالى عز وجل. ولهذا أمر أحد الصحابة قال له: استحي من الله كما تستحي من أحد الصالحين من قومك، كما تستحي من أحد الصالحين من قومك. فالإنسان إذا رأى أن رجلا صالحا ينظر إليه يلتزم بالأدب ولا يرتكب ما نهى الله سبحانه وتعالى عز وجل.
عنه. فالحياء من الله هو أن لا يفتقدك حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. أن لا يفتقدك حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. إذن لأجل أن يتصف الإنسان بهذه الصفة يجب أن يرتقي في إسلامه من إسلام إلى إيمان إلى إحسان، لأن المراقبة هي من درجة الإحسان، فيكون دائما مع الله سبحانه وتعالى عز وجل، فيكون هذا الحياء عاصما له من فعل أي شر. ومن الحياء من الله سبحانه وتعالى عز وجل عندما نقف بين يديه، كيف نقف بين يديه؟ قال الله سبحانه وتعالى عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. عندما يريد الإنسان أن يدخل إلى ملك من الملوك وعظيم من العظماء يلبس أحسن ثيابه وأجملها، لأنه سيلتقي بشخصية لها قيمة ولها وزن في المجتمع. في حين أن الإنسان عندما يقف بين يدي الله تعالى أحيانا لا يستر عورته. هذا السراويل البنطلون أحيانا يكون ضيقا فيصف العورة ويحددها، فلا يليق بالمؤمن أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى عز وجل بهذا الثياب الذي لا يستر العورة، لأن الصلاة فيه مكروه، فلا بد أن يكون الثوب ساترا. خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا الخلق العظيم المسلمون تربوا عليه وتعلموه من منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء ليغرس في نفوسنا مكارم الأخلاق. كيف تكون علاقتنا مثلا بشيوخنا؟ نقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان الصحابة يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله كأن على رؤوسهم الطير، لا أحد يتحرك، تعظيما وإجلالا وإكبارا. لاحظوا هذا الخلق الذي جرت عليه العادة في مدارس الإسلامية عند الشيوخ. الطلبة لا يقدرون أن ينظروا إلى شيوخهم. يقول ابن مهدي مع شيخه سفيان الثوري: كنت لا أقدر أن أنظر إليه هيبة وحياء، تعظيما، هيبة وحياء. هكذا كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون أن يتمعنوا في النظر إلى وجهه مهابة منه، واحتراما وتعظيما وتقديرا له. لاحظوا كيف كان يعني هذا الخلق ساري في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أصبحت اليوم العلاقة بين الأساتذة وبين التلاميذ. لا حياء، لا وقار، لا حشمة، يعني الجرأة كبيرة جدا وتجرؤ على أحيانا يصير الأمر بهم إلى السب وإلى الشتم وإلى الاستهزاء وإلى السخرية بأساتذتهم. كيف كانت العلاقة مع الوالدين يعني، وكيف أصبحت؟ كان هناك احترام وتعظيم وتقدير ومحبة وتقبيل اليدين. الآن أصبحت العلاقة بين، ما زالت الحمد لله تعالى ما زال هذا الخلق يسري، ولكن بصفة عامة تحولت العلاقة من علاقة الأبوة بالبنوة إلى علاقة ندية. بل أحيانا تجاوزت هذه العلاقة من علاقة ندية إلى علاقة استعباد الوالدين، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربطها، أن تلد الأمة ربطها، سيدتها. معنى الأولاد يستخدمون الآباء، وهذا مثلا نجده في سلوكياتنا أحيانا في المنزل. الولد يحتاج إلى شيء ما، أن يشرب، أن يأكل، أن يلد، فيسخر أمه: ائتني بكذا، افعل لي كذا، افعل لي كذا.
من الذي ينبغي أن يخدم الآخر؟ فالأولاد هم الذين يجب عليهم أن يخدموا آباءهم وأمهاتهم وليس الآباء. إذن هذا الخلق بدأ ينتفي تدريجيا، علاقة الوالدين وعلاقة الناس فيما بينهم. وأعظم يعني ما أوتينا منه هو العلاقة بين الرجل والمرأة التي كان يسودها الاحترام والأدب والوقار والحشمة والطهر. وهذا أمر كان حتى في الجاهلية، الغرب عرف قوة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذه القوة تكمن في إيمانها وفي اعتصامها بثوابتها وفي حيائها وأخلاقها. فكانت الحرب عواء على هذا الأمر، يعني أثناء المواجهة بين المسلمين وبين الأوروبيين استطاعوا أن يتغلبوا على المسلمين عن طريق الغزو المسلح. فلما فشلوا في السيطرة على المسلمين عن طريق الغزو المسلح التجأوا إلى الغزو الفكري، إلى الغزو الثقافي، التبشير والاستشراق، وجهاني للغزو الفكري الجزئي. فبدأوا يبثون فينا سمومهم ورفعوا شعار وما زالت المغربات منا يحملن هذا الشعار، يعني تحرير المرأة وحقوق المرأة. كلمة حق أريد بها باطل. نعم يجب على المرأة أن تتحرر، يجب أن تأخذ حقوقها، ولكن هل تتحرر من دينها؟ هل تتحرر من أخلاقها؟ من عفتها؟ هذا ما يريده الغرب. إذن فهي كلمة حق ولكن أريد بها باطل. واستعملوا لأجل نشر الخلاعة والمجون وسائل متعددة، التعليم، الأدب، الفن، الإعلام، يعني ما تركوا وسيلة من شأنها أن تهدم هذه الصفة في المسلمين إلا واستعملوها. فلا بد من العودة إلى هذا الخلق، ننشره بيننا ونعتصم به ونتحلى به ليخرجنا الله سبحانه وتعالى من هذا الوضع المزري. فعلينا جميعا أن نرفع هذا الشعار مع الشاعر المصري الذي يقول شوقي رحمه الله: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ورأس الأخلاق هو الحياء، فإذا ذهب الحياء وذهبت الأخلاق ذهبت الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى عز وجل أن يرد بنا إلى الأرض الجميلة، وأن يخلقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله.